حرب بالبيض الفاسد، عراك بالأيدي، احتفالات بإلقاء النقود، وأخرى بتناول المخللات والنقانق. هكذا ودع العالم عام 2022. تعالوا معنا لنتعرف على قصة جديدة من عادات وشعوب. إطلاق الألعاب النارية والغناء والرقص ربما هي الطقوس المعتادة والمشهورة لتوديع عام مضى واستقبال عام جديد، لكن هناك طقوس غريبة لدى بعض سكان دول العالم للاحتفال بهذا الحدث. في إسبانيا مثلاً، وتحديداً في بلدة إيبي، يتم تنظيم مهرجان إنفريناتي بشكل سنوي نهاية ديسمبر منذ 200 عام. المشاركون فيه يتقذفون البيض الفاسد والدقيق منتهي الصلاحية وسط الألعاب النارية في تقليد يمثل انقلاباً وهمياً من المعارضة ضد السلطة الحاكمة. Estamos en la batalla de los enfainar. Nosotros somos la oposición y vamos a muerte. Esto es una batalla de huevos caducados que huelen fatal y harina caducada que huele fatal. ومن إسبانيا إلى اليابان، حيث توافد الآلاف على ضريح ميجي المقدس وفقاً للثقافة المحلية. هذه الطقوس تسمى هاتسو مود، وتتمثل في الصلاة والدعاء وإلقاء النقود داخل الضريح طلباً للحظ السعيد والثروة في السنة الجديدة. أما في العاصمة الأوكرانية كييف، فقد حضر الآلاف هنا وسط أجواء الحرب لتناول الأطنان من سلطة المخللات والنقانق للاحتفال بالعام الجديد. الطقوس الغريبة لم تنتهي هنا، ففي رومانيا يحتفلون باستقبال العام الجديد برقصة الدب والماعز. المشاركون ارتدوا ملابس تقليدية ورقصوا وتناولوا الطعام لإبعاد الأرواح الشريرة عن عائلاتهم في العام الجديد. Trecerea de la un an la altul, să aruncăm spiritele rele și să le aducem pe alea bune. أما في بيرو، فقد اجتمع المواطنون من الديانة الشمانية لأداء طقوس دينية بالرقص والغناء وحرق البخور والتنبؤ بالأحداث الكبرى التي ستحصل في العام 2023. Próximo año van a ver este un sismo, pero no en la capital del Perú, sino en otro lugar. Mayormente en el extranjero, en la parte norte de América, que puede ser Estados Unidos, así se va a ver mucha tragedia, mayormente climático. Aparte de eso, tragedia que la naturaleza se encarga de manifestarse. ليس هذا هو الطقس الوحيد لاستقبال العام الجديد في بيرو. فهنا مهرجان غريب يتمثل في العراك والشجار يسمى تاكاناكويا. المشاركون فيه يخوضون عراكاً بهدف تصفية الحسابات القديمة بينهم وبدء العام الجديد من دون مشاحنات. أما في كوستاريكا، فيحتفل السكان بنهاية العام بخوض المصارعة مع الثيران لحضور الجماهير، لكن هنا لا يتم لمس الحيوانات المشاركة في الاحتفال. شاركونا أراءكم، أي الاحتفالات السابقة ترغبون في المشاركة بها؟